الرفاق، الرفيقات، الأعزاء الحضور، أسعدتم مساء باسمي وباسم قطاع المرأة وملتقى الأحد التقدمي. نرحب بكم في أمسيتنا السيداوية. نرحب بالدكتورة منى عباس فضل ونتقدم إليها بجزيل الشكر على تلبيتها دعوة القطاع بالرغم من قصر الفترة دعوتنا لها، وأباحت لي بأن بسبب مكانة المنبر التقدمي في نفسها وكذلك لأهمية الموضوع. نرحب برئيسة الاتحاد النسائي البحريني. جميعنا شهد وتابع باهتمام في الأسبوعين الماضيين اللغط والجدل الدائر والهجمة الشرسة التي أثارها وتبناها الفكر المتخلف والقوى الرجعية في الهجوم على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، والتي وقعت عليها البحرين وصادق عليها جلالة الملك بموجب المرسوم رقم 5 لعام 2002، وكان ذلك إنجازاً لافتاً أكسب البحرين سمعة دولية طيبة. الاتفاقية كما تعرفون تتكون من 30 مادة، تحفظت البحرين على 5 مواد أو بنود من المواد. اسمحوا لي أن أستعرضها قبل أن نبتدأ. المادة 2 المتعلقة بتجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدساتير الوطنية والتشريعات، وتقليل الفجوة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ودعم تكافؤ الفرص. يعني هذه المادة المتحفظ عليها لامست جوهر الاتفاقية، مما أفقد الاتفاقية روحها وجوهرها الأساسي. المادة الثانية المتحفظ عليها هي المادة 9 فقرة 2 والمتعلقة بحق الجنسية، حق المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني في منح جنسيتها لزوجها وأبنائها. وهذا التحفظ جاء بحجة أن هناك قانون ينظم هذه الحالات، في قانون صادر في عام 1963. المادة الثالثة المتحفظ عليها هي المادة رقم 15 فقرة من فقرات المادة، فقرة 4 المتعلقة بحركة المرأة وحرية اختيار سكنها ومكان إقامتها. المادة 16 تتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والحضانة والنفقة وكل ما ينظم العلاقات الأسرية. المادة 29 المتعلقة بالتحكيم في حالة خرق الدولة للاتفاقية، وفي حالة أي خلاف ينشأ بين دولتين. استعرضت المواد المتحفظ عليها لكي تكون هناك مقاربة أو مقارنة مع المرسوم الذي حدث عليه الجدل، وهو المرسوم رقم 70 لعام 2014 والخاص بتعديل أو تقليص التحفظات بحجة مخالفتها للشريعة الإسلامية، مما أثار حفيظة أغلب النواب وجعلهم يشنون حربا إعلامية شعواء خارج المجلس وداخله. لمزيد من التفصيل والتحليل في هذا الموضوع نستمع إلى الدكتورة منى عباس. طبعا كلنا نعرف منى عباس وكلنا قرأنا لها، فهي باحثة وكاتبة في عدة مجالات سياسية وأدبية واجتماعية وقضايا مرأة. تشغل حاليا رئيسة جمعية نهضة فتاة البحرين، أول جمعية نسائية في الخليج. هل تتفضل دكتورة منى؟ عفوا، شكرا أختي إيمان على هذا التقديم، ومساء الخير جميعا،
وشكر موصول ودائما للأخوة في المنبر التقدم الديمقراطي على دعوتهم إلي لحضور هذه الأمسية والمشاركة في النقاش المجتمعي حول ما أثير بشأن اتفاقية مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة السيداوي. بداية قبل أن أبدأ أريد أن أتقدم إلى شعب البحرين، إلى المرأة البحرينية، إلى الجانب الرسمي والجانب الأهلي أيضا في تحقيق إنجاز ومكتسب نوعي، وهو الحصول أو باعتماد مملكة البحرين في لجنة المرأة بالأمم المتحدة. هذا الإنجاز لم يكن ليأتي لولا النضالات المتراكمة للحركة النسائية، ولولا أيضا جدية الجانب الرسمي اللي تتناغم مع المطلب أو مطلب الحركة النسائية في هذا الجانب. أيضا لابد من الإشادة باعتماد المرسوم، ولو أنه يتناول جزئية من التحفظات، لأنه أيضا نحن دائما متفائلين ونعمل ضمن هذا الإطار، أيضا يمثل خطوة منجزة لصالح المرأة البحرينية. ثالث نقطة أريد أشير إليها أنني هنا الليلة أتحدث كمنى عباس باسمي الشخصي، ولست بصفة التمثيلية اللي ذكرتها الأخت إيمان، حتى أكون مسؤولة شخصياً عن كل ما أقوله، ولو أن إحنا يعني في هذا الموضوع لا نختلف أبداً أبداً جملة وتفصيلاً حول هذا الموضوع. لضيق الوقت بالطبع كنت حتى ذكرت إلى الأخوات أني لن أحضر ورقة، ما كان في شانس أنه أحضر ورقة، يعني استلمت المكالمة يوم الخميس، ومع ذلك يعني حاولت أن ألملم أفكاري وأتي بما هو على الأقل مهم في هاي المداولة أو النقاش المجتمعي. انضمت البحرين إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة السيداو بموجب قانون 5 لسنة 2002 بتاريخ 2 مارس 2002. وبرأيي الشخصي أن البحرين قد تأخرت 23 سنة قبل المصادقة على الاتفاقية التي رافقها التحفظ على بعض المواد اللي هي ذكرتهم الأخت إيمان. 2-9 من البند 2 من المادة 9 والبند 4 من المادة 15 والمادة 16 كلها، وأيضا المادة البند 1 من المادة 29 التي سنتوقف عندها لاحقا. يتفق أغلب الناشطين في مجال حقوق المرأة والإنسان بأن المادة رقم 2 تشكل جوهر الاتفاقية وروحها، وأن التحفظ عليها يفرغ التصديق على الاتفاقية من مغزاه ومن أثره على عدم ملائمة التشريعات الوطنية المناهضة للتمييز ضد المرأة. وكما حدث مع الانضمام إلى الاتفاقية، أيضا تأخرت البحرين كثيرا في التفكير وتدارس سحب الاتفاقيات لسنوات ضائعة شكلت هدراً في تحقيق المزيد من المكتسبات للمرأة. في هذا الشأن لم تتوانى الجمعيات النسائية وعلى رأسهم الاتحاد النسائي البحريني من إبداء الرأي والمطالبة المستمرة برفع التحفظات والتوقيع على البروتوكول الاختياري، حتى جاءت نية الجانب الرسمي بالعمل على رفع بعض التحفظات جزئياً عند مناقشة التقرير الوطني الدوري الثاني للسيداو في فبراير 2014، والتي وجهت فيها لجنة السيداو بالأمم المتحدة الكثير من الأسئلة والاستفسارات التي نشير إلى أبرزها. 1- سألت اللجنة الوفد الرسمي البحريني عما إذا كانت الحكومة تتخذ خطوات لاعتماد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، وكذلك ما يتعلق بتحفظات البحرين على اتفاقية السيداو التي أشرنا إليها سابقاً. وطلبت اللجنة من الوفد الرسمي تقديم معلومات كاملة على دراسة إمكانية أو إمكان تعديل التحفظ على المادة 2 من الاتفاقية، وتوضيح نطاق تحفظ الدولة للطرف على جميع أحكامهم التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن التشريعات النافذة في البحرين، ووصف تأثيرها على التحقيق العملي لمبدأ المساواة تماماً كما هو مطلوب بموجب المادة 2 من الاتفاقية. بما معناته اللي قاعد يحدث عندنا اليوم ليس وليد اللحظة، مش يعني فقط
فجأة شفنا ان في مرسوم وفي حركة. هذه عملية متراكمة وصاير عليها وفيها التزام على الدولة. اثنين، اللجنة دعت الحكومة الى تزويدها بما حققته الدولة على صعيد تعهداتها خلال الاستعراض الدوري الشامل، وباتخاذ التدابير التي تهدف الى سحب التحفظات على المادة 2 والمواد اللي ذكرتهم بدون ما اكررهم، ما يعني ان هناك التزامات ومستوجبات بل قل وضغوط تدفع باتجاه تنفيذ الالتزامات وعليه. فالمشوار كان عسيرا في حقيقة الأمر للجانب الرسمي والأهلي الذي جهدت واجتهدت فيه الحركة النسائية البحرينية وسخرت كل إمكانياتها في الترافع والمدافعة والإقناع وقيادة الحملات، برغم مما أدى إليه حال الجهل بالاتفاقية من تعارضات، الأمر الذي يدعو لإثارة السؤال حول المآخذ التي تؤخذ على الجانب الرسمي في تحقيق التزامه ووعوده بنشر بنود الاتفاقية وتوعية المجتمع حول بنودها وإزالة أي التباس وسوء فهم لمضامينها، خصوصا فيما يتعلق بتشويه الاتفاقية والتركيز على أنها تتنافى وأصول الشريعة الإسلامية. كذلك يجرنا السؤال للبحث معمقا عن دور وزارة العدل والجهات الأخرى المعنية بموآمة القوانين والتشريعات المحلية مع بنود الاتفاقية الدولية. صحيح استحدثت قوانين وتم تعديل أخرى، لكننا لا نزال نعاني خللا وقصورا في عدم تنفيذ بعض الالتزامات المعنية بموآمة التشريعات ونشر الوعي الجاد ببنود الاتفاقية ومضامينها. إن حالة التشنج التي سادت مناقشة البرلمان وما طرح بأنها تمس خطوط حمراء، وإننا بالأصل لم نكن معنيين بالانضمام إلى هكذا اتفاقية، إضافة إلى ما تم تبادله في وسائل التواصل الاجتماعي من تسطيح للقضية التي كشفتها بعض الكتابات في الصحافة المحلية إلى آخره، قد بيّنت أن هناك ليس لبس وعدم وضوح رؤية بين ماهية المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 المطروح كان آنذاك وقت جلسة البرلمان لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2008 بالموافقة على الانضمام للاتفاقية سيداو، وبين الانضمام إلى الاتفاقية أصلاً والتزاماتها كثير كان في لبس. لقد كان هدف التصويت على المرسوم عملياً هو تعديل وتقليص التحفظات التي أبدتها البحرين حين وقعت على اتفاقية السيداو، وما تم بالطبع يعتبر خطوة إيجابية تستجيب وتتوافق مع متطلبات الحركة النسائية التي تطالب ولا زالت طبعا برفع كافة التحفظات عن مواد الاتفاقية وبما يضمن كرامة المرأة ومعاملتها كمواطن متساوم يتمتع بكافة الحقوق القانونية التي كفلها الدستور دون نقصان أو تمييز. فالشريعة الإسلامية في نهاية المطاف لا تتعارض ومبدأ المساواة الذي تضمنته البنود الاتفاقية المتحفظ عليها أو منح الحقوق وتحقيق العدالة في المجتمع أو خروج المجتمع عن عاداته وتقاليده كما حاولت بعض الاتجاهات إشاعته وترويجه من مغالطات، إلا أن ما زاد الطين بلة تمثل في الموقف الذي اتخذته لجنة المرأة والطفل في البرلمان. موقفها كان أقل ما يقال عنه أنه سيء، حيث أشارت اللجنة طبعاً ووقفت ضد رفع التحفظات وطالبت بتأجيل طرحه كونه يفتقد إلى الصفة الدستورية وبالتالي لا صفة للاستعجال على التصويت عليه ويمكن تأجيله. في نهاية المطاف وبداية معركة جديدة ومرحلة جديدة تم تمرير المرسوم بدعم رسمي واضح، لكن المعضلة التي لا تزال تثير قلقاً في أوساط الحركة النسائية تتمثل في تلك الآراء المضادة للاتفاقية السيداو بل لحقوق المرأة والمحاذير التي يتم الاستغراق فيها والتأويلات المغلوطة، إضافة إلى الدعوات التي تصاعدت باتجاه إعادة التحفظ أو الانسحاب من الاتفاقية. على ماذا تتحفظ مملكة البحرين؟ كما ذكرت أختي إيمان تتحفظ على البنود الأربعة اللي ذكرتهم، ولكن هناك ما وراء الأكمة ما وراءها في هذه البنود. يجب أن لا نكتفي بذكر البنود ونتوقف، نحن بحاجة وخصوصا في 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 أوساط الحركة النسائية أن نحفظ هذه البنود
وأن نستذكرها حتى لو تمللنا، حتى لو كانت هي ذات لغة قانونية، لأن دونها لن نستطيع المدافعة وبقوة، دونها لن نستطيع المدافعة وبقوة. مطلوب منا أن نحفظها عن ظهر قلب، وأن نستحضرها نصاً ونقرأها بيننا دائماً، لأننا إذا نسيناها لن نستطيع الدفاع عن موقفنا. هذا ما فعلته الأخوات في تونس، هذا ما فعلته الأخوات في المغرب، وإلا لم يستطعنا التقدم قيد أنملة في مدافعتهم عن القانون. لذلك أنا أؤكد علينا كمدافعات وناشطات في هذا المجال أن نستحضر هذه البنود. المادة 2 تتكون من ألف وباء وجيم ودال وها وواو وسا. صحيح كل مضمونها هو يبحث في مسألة مساواة المرأة والرجل، ولكن أيضا في هناك دقة متناهية في التعابير. بإمكاننا من خلال تثقيف بعض الفقرات أن ندافع بشكل أقوى. قد لا يكون المجال الآن لقراءتها واستحضارها، لأن في أمور أخرى أريد أن أدخل فيها، بس يعني للمستقبل. بالنسبة إلى هذه المادة، تونس كدولة إسلامية، إذا كانوا يطرحون أن هذه المساواة ضد الفهم الإسلامي يعني، أو إحنا ما نحتاجه، تونس دولة إسلامية حالها حال الدول الإسلامية، لم تتحفظ بالأصل على المادة رقم 2. يعني هذه كثير مهم أن إحنا نستخدمها في مدافعتنا. الآن بعد المرسوم، مملكة البحرين بعد التعديل في هذا المرسوم الجزئي، مملكة البحرين صارت ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد المادة رقم 2 من الاتفاقية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. يعني هذه العبارة اللي نوضعت، ترى إحنا بإمكاننا نشتغل في النص ونحقق الكثير من الإنجازات إلى المرأة إذا اشتغلنا كحركة نسائية عدل باستحضار هذا النص. المادة الثانية اللي هي المادة رقم 9، المادة رقم 9 تتكون أيضا من 1 و2 شقين. الشق الأولي غير متحفظ عليه، اللي هو تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل إلى آخره، باكتساب الجنسية إلى آخره. عموما تونس والجزائر والمغرب أيضا كدول إسلامية شالوا التحفظ من على هذه المادة، رفعوا التحفظ منذ عام 2006. باكستان دولة إسلامية وتركيا دولة إسلامية، متحفظتين فقط على البند رقم 1 من الاتفاقية، البند رقم 2 غير متحفظتين عليه. ما يعني أن إلغاء التمييز، هي تبحث في التمييز، أن إلغاء التمييز لا يتعارض والشريعة الإسلامية، وبالتالي هذا عنصر مهم نستطيع أن نستخدمه في المدافعة. والذي أنصح بين قوسين أن لا تستغرقنا التعبيرات، أن ننتقل من مرحلة اللهيان أن احنا نلتهي بالردود على بعض الأمور وبتعبيرات قد دخلنا في مشادات احنا في غنى عنها. خلنا نلهي مخنا في الشيء اللي هو الأهم، ونقرأ بدقة في هذه الأمور، وندافع عن ما احنا مقتنعين فيه قلبا وقالبا في هذا الجانب. إذا التحفظ، أنا ما أدري هاي اللي فهمته من خلال قراءتي، ولي صححني ربما أكون خاطئة، التحفظ لا يزال مستمرا على المادة 9 بند 2. أيضا عندنا المادة اللي هي 15 والبند الرابع فيها، البند الأول غير متحفظ عليه، وبالتالي إحنا بإمكاننا نشتغل كثيرا. إحنا لحد الحين ما قاعدين نشتغل يا جماعة، حركة نسائية، إحنا لحد الحين ما قاعدين نشتغل عن البنود الأخرى الموجودة في الاتفاقية. والشغل، أنا لما أقول نشتغل يعني معناته أن يكون في هناك مواءمة من حيث التشريعات والقوانين لتحقيق ما تم التوقيع عليه، وبالتالي إحنا محتاجين كحركة نسائية، كمؤسسات مجتمع مدني، أن نشغل عملية الرصد عندنا، ونشوف هل فعلا اللي وقعت على الدولة والتزمت فيه يتحقق على المستوى العملي أم لا. مملكة البحرين طبعا هذا بنفس الطريقة إلى البند الثاني، حسب المرسوم رقم 7 اللي تم الموافق عليه. مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام هذه المادة اللي هي 15 رقم 4 من الاتفاقية دون الإخلال أيضا بالشريعة الإسلامية، اللي هي المادة 4 اللي هي تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم. وهذه العبارة اللي أثير عليها الجدل كثيرا. نحن جزء كبير من المدافعة
منها ممكن ان احنا ندخل. هل نحن كنساء يحق الينا ان نكون عندنا ملكيتنا الخاصه الى المنازل ولا لا؟ انا بامكاني اليوم عندي فلوس اقدر اشتري ارض واشتري بيت، قد استثمره، قد اسكن مع عائلتي، بس انا بامكاني ان يكون عندي هذا السكن. يعني بما معناته مو شرط المرأة لما تشتري بيت هو القصد منه مثل ما انطرح وذكر والخروج عن العادات والتقاليد أو الشريعة. ففي مكاننا احنا عندما نتعمق بالتفكير ونلهي مخنا بالاتجاه الصحيح للتفكير سنجد روحنا نمشي في المسار الصح. أيضا بالنسبة إلى المادة 16 بنفس الطريقة دون الإخلال بأحكام الشريعة. هذه المادة تتكون من واحد واثنين، والعنصر واحد في حوالي من الألف إلى الحاء، تدخل في تفاصيل التفاصيل. فإحنا أيضا بدون أن أدخل فيها محتاجين أن نتعمق فيها عمليا وليس فقط يعني نحفظ الرقم وكفى الله المؤمنين شر الاقتتال على قولتهم. المادة 29-1 فيها رقم واحد واثنين وثلاثة، طبعا المتحفظ عليها وممكن هي أكثر الحساسية اللي موجودة، اللي هي المادة رقم واحد لأسباب سياسية، وكل الدول تقريبا أغلبها تتحفظ عليها لأسباب سياسية. أنا راح أنتقل إلى 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 محور آخر من خلال قراءتي السريعة اليوم، وأعتقد أنه راح يكون كثير مفيد إلينا في المدافعة اتجاه ما قاعد يطرح يعني في المجتمع من اختلافات. تجارب الدول العربية، وأكثر شيء أنا ركزت على المغرب وبالإشارة إلى تونس وإلى الجزائر. واحد، أن قضية التحفظات ليست بجديدة، وقد تعاملت مع الدول العربية تقريبا بنفس ردود الأفعال والإجراءات. فعلى سبيل المثال حكومة الجزائر تمسكت بتحفظاتها على بعض مواد اتفاقية السيداو بحجة أنها تمس القيم الإسلامية ومبادئ الشريعة. أما قضية أن تعمل المرأة، هاي أنا وجهة نظري طبعاً، أما قضية أن تعمل المرأة ضد نفسها وتتصدر المدافعة ضد الاتفاقية كما شاهدنا ولمسنا في البرلمان عندنا، فهذا أمر ليس بجديد أيضاً. هذا إحنا مو بدعة يعني الموجودة عندنا، ترى هذه حالة متكررة. إنزين، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، هاي وزيرة بعد، التي تؤكد أن بلادها لن تنسحب من الاتفاقية التي وقعت عليها من 1996 وتحفظت على بعض موادها التي رفعت بعد التعديلات الأخيرة في الدستور الجزائري. تؤكد أيضا استمرارية التحفظ على قضية المساواة بين المرأة والرجل في الأرث وفي الزواج وحق الأم الجزائرية في منح جنسيتها لطفلها إلا بشروط صارمة، وكذا على الحرية التامة للمرأة في اختيار مقر إقامتها وحرية المرأة في التصرف بجسدها. وترى أن التحفظات المرفوعة تتماشى مع الدين الإسلامي. هذه في موقع وزيرة، في موقع صنع القرار، يعني في دولة مثل الجزائر يتوقع منها أن تعمل أكثر من ذلك لصالح المرأة وقضاياها. وبالطبع الحركة النسائية الجزائرية لا تزال تطالب برفع كافة التحفظات وأن تنضم الجزائر لمجموعة الدول الإسلامية التي لم تعد تتحفظ على الاتفاقية وصادقت على البروتوكول اختيار الملحق. تونس تعتبر حالة متقدمة لأنها لم تعد تتحفظ على الاتفاقية إلا فيما يخص إبقائها على الإعلان العام الذي يمنع الدولة من تشريع قانون يتناقض مع دينها الرسمي. أما المغرب فقد رفعت التحفظات عن السيداو منذ 10 ديسمبر 2008، كما صادقت على البروتوكول الاختياري والملحق بالاتفاقية، وبالتالي فهي أيضا تمثل حالة متقدمة يستوجب دراستها والتعمق في حيثياتها. فمن قيادة الحركة النسائية المغربية الحملة الوطنية لتغيير مدونة الأحوال الشخصية التي لقى نداؤها الجريء صدى شديدة في المجتمع المغربي، وفجر مناقشات خاض فيها علماء دين ونشطاء حقوقيين ومنظمات نسائية وجمعيات ثقافية وحقوقية، خصوصا فيما يتعلق بمسألة المخالفة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ذكرت إحدى الناشطات باتجاه رفع التحفظات وقتها، وقت اللي كان للحين ما رافعين كل التحفظات، إن الدعوات التي ظهرت مؤخرا من أجل التراجع عن رفع هذه التحفظات لا يجب أن نمنحها أكثر من قيمتها. شوف الناس ما تضيع وقتها في أمور جانبية على اعتبار أنها دعوات محدودة جدا، فالمجتمع بأكمله يتجه
نحو إرساء ركائز الديمقراطية، وبعض الأطراف ما زالت تريد أن تبقي المرأة تحت الوصاية، خصوصاً أن النساء في وضع تتطلعن فيه إلى مزيد من الحقوق عربياً وعالمياً. أما رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة فقد اعتبرت أن من يستنكرون رفع التحفظات عن المادة 9 و16 هم أنفسهم من يستغلون الدين لتحقيق أهداف سياسية والدعوة إلى الفتنة داخل المجتمع ومحاولة تجييش الشارع عن طريق توظيف الدين، واعتبرت أن من يثير مواضيع ثانوية عوض الخوض في المشاكل الحقيقية للمواطن المغربي إنما يحرص على إثارة الشعور الديني لتغطية عجزه وعدم قدرته على منح برنامج اقتصادي واجتماعي للناخبين من أجل قناعهم بجدوى برنامجه الانتخابي والتصويت عليه. هاي في المغرب، بل لقد كانت في المغرب بعض الأصوات النسائية أكثر جرأة مثل رئيسة الرابطة العسولية الفيميلين مالهم التي طالبت بتعطيل نظام الأرث الشرعي بما يجعله يحقق مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة لأنه بالنسبة لها يشكل تمييزاً ضد المرأة. إحنا لحد الحين ما وصلنا يعني حق هالمطالبة عشان نتهم بما قيل عنه، ولا نزال في المدافعة المغربية حيث صرحت وقتها رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكعادتها بجرأة ووضوح أن رفع التحفظات المتعلقة بمواد الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بما يشمل بالنسبة إليهم 9 و15 و16 و29 من الاتفاقية والتي تتعلق بالأهلية القانونية للمرأة ومساواتها مع الرجل والمساواة في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المرأة والرجل بما في ذلك الأرث، وأضافت أنه يجب على الدولة ملائمة القوانين التي تنظم هذا. أما منسقة الحركة من أجل الديمقراطية المناصفة فأعربت بأنه شيء طبيعي أن يرفع المغرب هذه التحفظات حتى يمكن له أن يلائم ترسانته القانونية على مستوى قانون الأسرة والجنسية مع القوانين الدولية والدستور الجديد، وأن هذه الخطوة ليست مفاجأة والحركة الحقوقية خاضت من أجلها حملة على مستوى العالم العربي انطلقت من الرباط لتمكين المرأة من هذه الحقوق، مضيفة أن الحزب، هي تقصد حزبها يعني اللي من ضوية إليه، أن الحزب صوت بنعم على الدستور وهو على معرفة تامة بمقتضياته ومضامينه الواضحة حول هذا الموضوع، وتساءلت لماذا كل هذه الضجة. واعتبرت الأخرى خديجة الرويسي رئيسة جمعية بيت الحكمة أن رفع المغرب لهذه التحفظات منسجم مع روح الدستور الجديد، وذلك على اعتبار أن الدستور في ديباجته ينص على سمو القوانين الدولية. لاحظوا هذه النقطة، أن الدستور حتى هنا عندنا في البحرين، دستور البحرين ينص على المساواة وينص أيضا على عدم التعارض المساواة مع الدين وإلى آخره، بالتالي هذا توقيع الدولة على هذه الاتفاقية لا يتعارض لا مع الدستور ولا مع الشريعة. المغرب يتميزون عنه من 2011 دخلوا مسألة التنصيص في أو دستر يسمونها التنصيص في الدستور، صارت الاتفاقيات الدولية عندما توقع عليها المغرب لها تراتيبية أعلى من القوانين المحلية، وبالتالي هذا مكسب. أيضا المغرب يعني دولة المغرب المملكة المغربية مش سطحيين، عندهم قوانين قانونيين وعندهم استشاريين وإلى آخره، هم في داخل نص الاتفاقية وعند كتابتهم على يعني فيما سبق للتحفظات كانوا في النصوص يضعون النقاط التي تحمي سيادتهم سيادة الدولة وتحمي أيضا قوانينهم المحلية، وأيضا يحاولون أن يقومون فعلا ينفذون الالتزامات اللي عليهم بموائمة قوانينهم الوطنية مع ما وقعوا بالاتفاقية، فيجب الاستفادة من هذه التجربة. أكمل ما تذكر خديجة الرويسي أن الدستور في ديباجته ينص على سمو القوانين الدولية وأن حقوق الإنسان هي كل لا يتجزأ، كما أن المساواة هي أحدى القيم لبناء المجتمع الديمقراطي. واعتبر أحمد عصيد عضو جمعية بيت الحكمة أن رفع التحفظات خطوة في إطار الدستور المعدل الذي ينص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية وأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة. وذهب آخر إسماعيل الكحل من جريدة الأحداث أن الأمر لا يتعلق بمصادقة الشرع أو الدفاع عن الشريعة، بل هو الطموح السياسي الذي يجيز لأصحابه الاستغلال السياسي للدين
من أجل كسب أصوات الناخبين وتأمين الارتقاء إلى مراكز القرار. وممكن من خلال هذه العبارة نقرأ ما حدث عندنا، وأن هذه المواقف المتخذة والمعبر عنها لا تنحصر في الطموح السياسي، بل تتجاوزه إلى الكشف عن طبيعة المشروع المجتمعي الذي تحمله هذه الهيئات بعينها، وما ستكون عليه أوضاع النساء وحقوق الإنسان، إذ لم تقم هذه الهيئات بمراجعات فكرية عميقة تقطع مع هذا الفقه وتتفتح على قيم العصر التي ترفع من قيمة المواطنة وتعتبرها أساس المجتمع الديمقراطي الحداثي. الخلاصة: نحن أمام تحديات تتطلب الاستمرار في ثورة هادئة لصالح، أنا هذه مو من عندي، مو من بنات أفكاري، كلمة ثورة هادئة بصراحة جبتها من عند المغربيات وواجد عجبتني، وأعتقد أنه إحنا محتاجين أن إحنا نجسدها. تتطلب الاستمرار في ثورة هادئة، ثورة هادئة نقدر نراكم على مدى سنوات قادمة ونحقق الكثير وبتفاؤل منها لصالح تمكين المرأة وتحقيق المساواة لها وتفعيل ما جاء في النص الدستوري، دستور نحن دستور البحرين في هذا الشأن. وعليه لابد من الآتي 4 نقاط ألخص فيهم خلاصتي: التأكيد على أهمية مبادرات الجانب الرسمي والأهلي ودورهم في وضع التدابير العاجلة كي تتحقق بنود الاتفاقية، وبالتركيز على الأولويات وأبرزها توعية المجتمع البحريني بماهية الاتفاقية، اتفاقية السيداو، بما يعزز تمكين المرأة البحرينية لتجاوز ما حدث من هجمة مغلوطة حدثت أثناء مداولات جلسة البرلمان لمناقشة المرسوم 70 الخاص بتقليص التحفظات عن بعض مواد الاتفاقية. 2، اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة وما يقتضيه الأمر من جزاءات لحظر أي تمييز ضد المرأة. سنستمر في مدافعتنا ضد التمييز ضد المرأة، لن نسكت، لأن هذا ليست نهاية المطاف. وتنقيح وتعزيز قانون الحماية من العنف ضد المرأة وضمان الحماية الفعالة لها في المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة، وكفالة أن تتفق الممارسات، لابد أن تتفق الممارسات الرسمية والممارسات في المؤسسات العامة بما يتفق هذا الالتزام، وإلغاء كافة القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، وتعديل المواد التي تتضمن قانون العقوبات خصوصاً فيما يتعلق بجرائم العنف وبما تشكله من تمييز ضد المرأة. 3، باقي نقطة وننتهي، أن الاتفاقية مكسبا للمرأة لا يجوز التراجع عنه أو التفريط به، وهي لا تتعارض وجوهر الشريعة الإسلامية ولا تتعارض مع الدستور ولا تتعارض مع الميثاق الوطني، وبالتالي لابد من استمرار مؤسسات المجتمع الأهلي في أخذ مسؤوليتها في الرصد والرقابة والحركة النسائية ودور الحركة النسائية في المطالبة بمعالجة كافة التحفظات ورفعها، وتفعيل بنود الاتفاقية والقيام بإجراءات إصلاحية لكافة التشريعات والسياسات المحلية والقوانين الوطنية وتعديلها وموائمتها بمضمون الاتفاقية، ومحاربة الأفكار والسلوكيات النمطية ومأسسة مقاربة النوع الاجتماعي وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة العنف المبني على النوع، طبعا العنف ضد المرأة، وبما يدعم ويعزز مكانة المرأة البحرينية محلياً ودولياً. إن أي دعوة لتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين في المجتمع والقضاء على التمييز ضد المرأة لا يعني بأي حال من الأحوال التدخل في شؤون المجتمع، يعني طبعاً من الخارج أو الأسرة أو تخريبهم، إنما هي دعوة ترتكز في عمقها على تفعيل دور المرأة وإمكانها وإكسابها قوة الشخصية التي تؤهلها لمواجهة مصاعب الحياة ومتطلباتها وتحمل مسؤوليتها، ومن هنا تأتي أهمية التشريعات التي تحمي كافة حقوقها الإنسانية والاجتماعية وحقوقها في العمل والإنجاب والطفولة، وبما يحقق إنسانيتها ويعزز مكانتها. وشكرا لكم على حسن الاستماع. نشكر الدكتورة منى على ورقتها القيمة، وأنا بس إذا سمح لي بس بغيت المرسوم الملكي رقم 70، يعني يمكن ما عرفنا تفاصيله،
أو يعني الفرق بين شنو التحفظات اللي تقلصت؟ يعني التحفظات كانت 5 مواد، صارت الحين أبقوا يعني أبقوا على مادتين. فأنا بقرأ المرسوم علشان يكون واضح. المادة الأولى، هو المرسوم عبارة عن 3 مواد. المادة الأولى هو كان في التحفظ على المادة الثانية اللي قلنا عن تقليص الفجوة بين المرأة والرجل وموائمة التشريعات والقضاء، يعني اللي تمس جوهر الاتفاقية اللي هي القضاء على جميع أشكال التمييز. استبدلت بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 بالموافقة، يعني هذه الموافقة على الانضمام اللي هي الاتفاقية نفسها على جميع أشكال التمييز. النص التالي: تتحفظ مملكة البحرين على نصي الفقرتين 2 من المادة 9 و1 من المادة 29. معناته أن يعني أبقوا على المادة 9 اللي هي تتعلق بالجنسية، وكذلك المادة 29 اللي أغلب الدول متحفظين عليها. أي المادة الثانية اللي هي إضافة مادة جديدة إلى المرسوم رقم 5 لعام 2002 بالموافقة على انضمام هاي الاتفاقية برقم، نصها الآتي: إن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد 2 و15 فقرة 4 و16. يعني هذه على أساس أن نرفع عنهم التحفظ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. يعني هذه العبارة اللي أضيفت على المواد هذه. المادة الثالثة يعني من المرسوم جاءت كمادة تنفيذية تضمنت الجهات التي يعهد إليها بتنفيذ هذا المرسوم وتاريخ العمل به، وهو من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يعني هاي بس على أساس نعرف التحفظات شنو كانت وشنو المرسوم دعا لها. طبعا الدكتورة منى أكدت على نقاط مهمة، اللي هو يعني أهم شيء يعني ما يتوقف دور المجتمع المدني في المطالبة برفع التحفظات، واستقلال واستثمار بنود الاتفاقية والمواد اللي رفع عنها التحفظ، كذلك بينت لنا جهود وتجارب بعض الدول مثل تونس والجزائر والمغرب في مسألة رفع التحفظات والمدافعة القوية، التأكيد على عدم معارضة الاتفاقية. طبعا احنا نأكد على ذي شيء، ان الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور ولا مع ميثاق العمل الوطني ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. نفتح المجال للنقاش والأسئلة والحوار إذا في أحد عنده مداخلة أو استفسار. نسجل الأسماء. سيد بعد في أحد عن زبيدة؟ نعطي المجال لأستاذة فاطمة رئيسة ليديز فيرست، تحيز اليوم. لا ما في تمييز. رئيسة الاتحاد النسائي الأستاذة فاطمة بدريس. مساء الخير. طبعا احنا يعني ضد التمييز يعني تماما يعني، بس اولا نشكر المنبر الديمقراطي التقدمي على اساس هذه الاثاره المهمه واللي جاءت في هذا الوقت اللي قاعد يسوق لفكر مضاد ضد كل حقوق المراه بشكل عام،
والشغلة الثانية نشكر الدكتورة منى على هذا الطرح والاستفاضة في الموضوع. أنا يعني عندي موضوع مهم، يعني كثير من الأمور سمعناها في الشارع وسمعنا يعني سواء كان مسجات بالكتابة ومسجات بالكلام وتصويرات وأشياء، يعني ما أعرف أكيد هذه الحملة وراها شيء ما، وراها شيء ما يثار. في المقابل يعني تحركت بقوة شديدة داخل المجتمع، فالتسويق لهذا الفكر أكيد توضع عليه كثير من علامات الاستفهام أنا في نظري. الشغلة الثانية والمهمة أنا أتوقع، يعني ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني الآن؟ لا نقعد نتكلم فقط في ماذا، وهي النقطة ذكرتها منى، اللي هو لا نعيد ونكرر في أن قالوا وكذا وكذا. شنو دورنا الآن؟ شنو دورنا في المدافعة مو بس عن السيداو، وإنما في المدافعة عن كثير من القضايا اللي نؤمن فيها. الآن إحنا عندنا كثير من الملفات نطرحها كحركة نسائية، نطرح موضوع السيداو والتحفظات، نطرح موضوع قانون الأحوال الشخصية الشق الجعفري، ونطرح موضوع الجنسية وحق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها، ونطرح قانون الجمعيات الذي يشل حركتنا وما يجعلنا قادرين على العمل. فإذا شنو دورنا إحنا في المدافع عن هالقضايا؟ شنو دورنا بأن نكتل جهودنا ونضع خطط للمدافعة؟ طبعا إحنا كاتحاد انتبهنا الآن، طرحنا الآن على المجلس الأعلى للمرأة، طرحت عليهم اليوم لما اتصلت بهم، قلت لهم إن أهم نقطة دربوا الناس على موضوع المدافعة. إذا أنت إحنا صادقين، خلنا ندرب الجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني على كيف تدافع عن القضايا، شلون تعمل حملة مدافعة. مو المهم إحنا الآن وقفنا مكتوفين الأيدي، هم عندهم الإعلام وعندهم كل شيء وعندهم كل الوسائل وعندهم القضايا وعندهم شيوخ الدين اللي روجوا لهم، وللأسف قضاء في المحاكم يحكمون بين الناس وهم اللي أول ناس يعني يدوسون على حقوق المرأة. فالقضية قضية مهمة، ايش دورنا احنا؟ النقطة المهمة الثانية اللي انا اشوفها، هل الشريعة الإسلامية منذ اكثر من 14 قرن قادرة الان وفي هذا الوقت ان تحكم في كل قضايا المجتمع؟ وهل المشرعين الموجودين والقضاء الموجودين بالفعل قادرين على ان يتواءموا مع ظروف المجتمع الحالية؟ إذن تطرح القضية الكبرى الأساسية، نحن بحاجة إلى التقنين، نحن بحاجة إلى قوانين تنظم مجتمعنا، وحتى لو تكون مستمد يعني قريبة ومستمدة من الشريعة الإسلامية، بس محتاجين إلى قانون يضبط القاضي اللي في اليمين وفي اليسار، يضبطهم كلهم ونسير وفق قوانين. ليش احنا نطالب بالقانون؟ لأن القانون أقدر أحتكم إليه وأقدر أحاسب من يخترق القانون. وشكراً. شكراً للدكتورة على ورقتها الممتازة والجيدة. يعني هي الدكتورة ضربت مثل تونس اللي نعرفه، يعني تونس هناك يعني المجتمع المدني التونسي يختلف اختلاف جذري عن مجتمع عن المدني في البحرين. الاتفاقية هذه المشكلة ان مع الأسف الشديد حسب ما نلاحظ في البحرين وفي المسيرات اللي صارت في البحرين عن قانون الأحوال الشخصية، ان المرأة بآلاف عديدة تظهر ضد روحها. فشلون إذا هي المرأة ما قاعدة تحمي روحها، المرأة هي قاعدة تصير، لأن الثقافة اللي تتلقاها من رجال الدين ثقافة مغلوطة. يعني المجتمع المدني التونسي مو بس في قضية هاي السداوة وغيرها، يعني المجتمع المدني التونسي في كثير من المحطات
حتى لو الحكومة تقف موقف مغاير، هي المجتمع المدني التونسي يجبر حكومته على التراجع عن بعض الأشياء. بالاختلاف هني، هني اللي عندنا النواب هاي ما أسميهم أنا مشرعين، هم بعيدين عن التشريع يعني، لا ثقافة عندهم لا وعي سياسي عندهم، وهم مجرد يتلقون أوامر ويبصمون على كل شيء يعني. فالمجتمع المدني حتى في شو اسمها بعض القوى الديمقراطية قد يكون الجامل بعض الجمعيات السياسية الإسلامية يعني، جاملهم ما تحاول تقف موقف صلب وصريح يعني. شكرا. طبعا أنا أشكر الدكتورة منى فضل على تقبلها دعوتنا وسريعة يعني وتلبية الطلب سريع لتوضيح كثير من الأمور اللي كان بعض الشباب أو بعض الناس ما يدرون عنها في تحفظات سيدا. أنا اللي أقوله وأنا اللي أقول إنه مو بس اتفاقية سيدا، ومثل ما قالت الأخت فاطمة إن إحنا توعية المجتمع بالقوانين، قانون الأحوال الشخصية الشق الشيعي محتاجين له ضروري، لأن كثير من النساء الآن متضررة جدا من عدم وجود قانون الأحوال الشخصية الشق الجعفري. ولا يهمنا المفروض، ولا يهمنا رجال ونساء، وليس نساء فقط، اللي صاير في الساحة إن احنا نلعلع نساء، الرجال ساكتين، ما في دور للرجال. شفناها الطالب بندوة لقانون الأحوال الشخصية شق الجعفري، مع أنهم تقدميين واعين ويفهمون ويدركون أهمية هذا القانون في كل شيء. الحين اتفاقية سيدا، ولما طالب لما المجلس الحكومة صادقت عليها وأزالت كثير من التحفظات، هذه موجودة في قانون الأحوال الشخصية. لو نقرأ قانون الأحوال الشخصية في حق السكن، حق الطلاق، حق هذه الحضانة، السفر للمرأة، كله موجود. لو نقرأ نفصص عليهم واحدة واحدة كان ما نشوف القضايا الآن معلقة داخل المحاكم يتصلون فينا. يعني قضايا تحزن، يعني ما نرضى كذي، يعني حتى الرجل ما يرضى ولا المرأة. يعني رجل ياخذ مرأة، تصدقون اليوم بس واحدة متصلة لي تقول انه اخذ ما اعطاني مهار وسوى عقد زواج، ما سوى زواج رسمي علشان يستغلني ما ادري لويش. في استغلال للمرأة بسر كان سري، ما فهمت عليها يعني قضية سري مسوينها. وهذه واجد ترى الحين، هذا زواج سري يا جماعة والله العظيم. انزين وروح والله هذا هو لا مو احنا طبعا مو رجالنا يعني ناس يعني ناس. انزين يعني ما منقول هذا، بس يعني اقول له وليد ما عليه يعني متأسفة إذا في الناس يحسبون إن هذا ما كان قصدي كل الرجال، لا يعني في ناس يأخذونها من وجهة مصلحة، فنحتاج إلى هذا القانون. فهذه اللي أنا أريده. في نقطة ثانية أثارتها الأخت إيمان ويا منى، قضية دون الإخلال بالشريعة الإسلامية، مو هذا اللي صاير إيمان؟ هاي اللي قلتينا إن تحفظ صار وكتبوا دون الإخلال بالشريعة، وصار رجال الدين، صار رجال الدين يقولون شنو دون الإخلال بالشريعة؟ كلها مخلة هاي للشريعة الإسلامية. شن نسوي إحنا؟ وش فائدة في تحفظ البحرين؟ سحبت هذا التحفظ، ما في فائدة مدام كتبت دون الإخلال. إذا هي تشوف أنه مو في إخلال الشريعة فتكتب كذي، دلاكي يعتبرونه شيء آخر. هاي اللي بقوله. شكرا. صدون شيء ثاني يعني، ياخذون مصلحة بعد كذا. شكرا. مساء الخير. طبعا ارحب بالاخت
خواتي العزيزات منى وفاطمة بدريس، وفرصة سعيدة ومرحبا بإيمان، مرحبا بالضيوف. أنا يعني عندي عدة ملاحظات أو عدة تعقيبات، حبيت بس أقول رأيي. بالنسبة لموضوع مسألة السكن أو الاستقلالية في السكن، يعني بما معناه أن فهموا الموضوع بطريقة خاطئة، أن يعني باكر بتكون عندهم مكانها وهالأشياء، أنا حبيت يعني أوضح شغلة. إذا نلاحظ في مجتمعنا، في يعني في مملكتنا العزيزة، إذا نلاحظ يعني يمكن 80% أنا أحس إن من نسائنا هم مشاركات مع أزواجهم في بناء السكن أصلاً للأسرة. يعني واصل المرأة بعد في هالناحية لدرجة من الوعي والالتزام بالمسؤولية والأهمية، بأن أصلاً ما في يعني كثيرين من الأسر ما يقدرون يشترون بيت أو يسوون أي شيء إلا بمعاش المرأة. فإحنا من في هاي الناحية البحرينيين يعني شايلين روحنا الشيل، يعني المرأة والرجل، فيعني أكيد ما بتكون لهالدرجة هي يعني ما يعني ثقافتها بتكون هالقد يعني مدنية، إن بس هي التفكير يروح للشيء السلبي. هاي لأن أم هاي مستواهم، فمن شري يفكرون. هاي شغلة. شغلة ثانية، أنتوا قلتوا بالنسبة للاتفاقية يعني مكسب للمرأة، في نفس الوقت أكدتوا أنه ما يتعارض لا مع الشريعة ولا مع الدستور ولا مع الميثاق. إذن الـ 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 الأزمة مو عندنا إحنا، الأزمة عند هذه الناس. مثل ما قلتي أخت الدكتورة منى، يعني دور المجلس الأعلى للمرأة، دور الجهة المسؤولة أو الجهة الحكومية، يعني تبث الوعي ويكون في مثل ما قلتي يكون في يعني ندوات متكمله يعني متسلسله، او يعني فعاليات متسلسله لاجل وعي هاد الناس وفهمهم. يعني ليش لما يكون يعني ليش لين مثلا يحدون من حريه المجتمعات مؤسسات المجتمع المدني كلش يعني اقوياء، ولين بيلعبون هني الدور ضعاف. فيعني الازمه عندهم مو عندنا احنا. احنا نقدر نلعب هذه الادوار، بس احنا بنفسنا مثل ما قالت أخت فاطمة بعد قاعدين يسحبون منا هالقليل اللي موجود من حرية الرأي أو حرية ممارسات الفعاليات الأنشطة الثقافية وغيرها. هاي شغلة حبيت بالنسبة ل يعني مسألة يعني مسألة يعني الأزمات اللي موجودة أو المشاكل الموجودة في مجتمعنا، في يعني اللي تمس المرأة الضعيفة أو المرأة المغلوبة على أمرها، الغير مثقفة، الغير فاهمة، الغير متعلمة. صحيح هاي يعني بكثرة موجودة خاصة في القرى. أنا بس بغيت ألفت نظر شيء بسيط جدا من الحملة اللي أنا قريت اليوم، هاي الحملة اللي قاموا بها رجال الدين، الحملة الشرسة ويعني وحرصهم وغيرهم. أنا يعني مو بصدد هجوم على رجال الدين، بالعكس هما يمكن لهم جوانبهم الإيجابية، بس أنا أقصد شنو يعني اللي أسأله دائما التناقضات اللي موجودة في الحياة الاجتماعية اللي فيها من ممارسات مدنية على المرأة من قبل الرجل المتخلف. دائما رجال الدين ساكتين عن هذه النواحي. أبسط مثال أجيب لكم، أنا 25 سنة أنا في سترة عشت مع طالباتي ومع مشاكلهم. يعني كنت دائما أقول لرجال الدين إذا نشوفهم يعني حاولوا أن توعونهم أن الرجل خاصة اللي توا ماخذ مثلا تقاعد وأخذ بيزاته وراح أخذ بعد 3 نسوان غير، من يستلم بيزات هاي يروح ياخذ له بعد 3 فوق يعني عفوا يعني هاي الفوضى الاجتماعيه اللي موجوده. لماذا الرجل الدين مو واعي لهاي النقطه؟ لماذا الرجل الدين يسمح ب4 في الوقت اللي ما يسمح للمراه اذا 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 الزوج اغتصبها في فراشهم؟ ما يعني هاي الامور يجب ان احنا، هي مو مساله يعني ان احنا مو بصدد هجوم على رجال الدين، وانا بصدد سلوكيات حتى من غير رجال الدين بعد.
يعني أنا عشت مع تلميذات يعيشون مرارة الطلاق ومرارة الزواج يعني المتكرر وتعدد الإنجاب بالشكل يعني ما تتصورونه. وهذه الطفلة عمرها 6-7 سنوات ورايح وياي يوم يودونها عراد، يوم يودونها سماهيج، يوم يجيبونها سترة. يعني هاي المسائل الواقعية الحقيقية اللي احنا من دورنا احنا اللي ندافع عنها، ويا ريت ان رجال الدين ينتبهون لهذه الاشياء. اتذكر مرة من المرات في عاشوراء انا على طول اسوي زيارات منزلية لطالباتي، كنت رايحة لزيارة منزلية حق تلميذة ما مخلينها ابوها تدرس، يعني خاشنها في كبد، مبند عليها كبد. قلت الا انا اروح، انا على طول اتواصل معهم، الا اروح واطلعها من هالكبد وارجعها لطاوله الدراسه. وانا رايحه وكان فتره عاشوراء وكانت المساجد والمآتم يعني الكل يعني عايشين الطقوس الدينيه وطقوس عاشوراء. في الوقت اللي كنت يوت واحد منهم قلت يعني من رجال الدين، قلت يعني هذه كله اوكي ما عليه، بس هاي المسكين اللي في الكبت هناك ما حد يعني ما حد ضميره يتحرك انه يطلعها من الكبت ويجيبها للمدرسه. لما قدرت اقنعها وبالفعل رجعت من الاوائل طلعت. يعني فيهم يعني مثل هذه الامور، انا ما ابي اطول بس هاي الحقائق اللي احنا نعيشها يعني، وان احنا ما نضيع وقتنا. لازم مثل ما قالت الدكتوره يعني لا نقعد بس كلنا مستمعين ونتلقى، يجب ان تفعيل دورنا دائما يكون لنا تفعيل دور. سهل اروح مكان اسمع واطلع، بس من الصعب ان اعد شيء ويود ورقه مهمه واقدم. وشكرا. طبعا شكرا دكتورة منى على هذه الورقة اللي قدمتيها. انا ما بروح كثيرا بالنسبة حق الموضوع الناحية الاسلامية او الفقهية او الشرعية، لان مو تخصصي وما افهم في وايد صراحة، الا ان فعلا انا مو بلاديني، انا مسلم ويهمني ان اكون يعني الشريعة الاسلامية تعطيني حقي او حق كل انسان قط النظر عن جنسه، كان ذكر أو أنثى أو امرأة أو رجل. لكن أعتقد أنا أخذ جانب آخر، ألا وهو يعني في أمور أعتقد يمكن ربما نفهمها أو يمكن يعني يفضل أن يفهمها، ألا وهي مثلا ما هو الفرق بين أن أنت توقع، أن أنت الصادق، أن أنت تتحفظ، أن أنت تنسحب. هذه كلها أمور أعتقد أبي لها وقفات، لأن أنا أعتقد كثيرا من وأنا واحد منهم الصورة عندي غير دقيقة أو غير واضحة. هذا شيء. حتى مسألة ما بعد التصديق أو ما بعد الانضمام، أنا راجعت نفسي شوف في مادة معينة وأنا أشوف هذه هاي بغير قوانيني الداخلية أو تتضارب خلنا نقول أو تتقاطع مع مثلا المواد الدستورية أو قانون الأحوال الشخصية والآخرة. طبعا في نقطة واحدة بشكل عام هي ما تختلف، إن خير الأمور أن تكون فعلا مقننة، الواحد يعرف وين رايح لكل الأمور. هذه طبعا هي نقطة لابد منها، يعني سواء كان قانون الأحوال الشخصية الشق السني أو الشيعي أو أي شيء من الحياة لابد أن في قانون، لأن هاي فعلا بيخفف مسألة القاضي اللي بيحكم، فيعرف فعلا أنه يستدل إلى مواد هي أسهل يعني. بس أنا هذه النقطة هذا. أما بمسألة في التفصيل، أنا أعتقد التفصيل هاي يحتاجون لها متخصصين. أنا أعتقد إذا وافقت أي دولة وقالت مع يعني بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مثلا أعتقد المغرب، تونس عفوا، وحتى السعودية، ترى السعودية أخذت بعد أعتقد الباب ما حطت إنه بشكل عام، إنه يعني بشرط إنه ما يكون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهذا بيكون هو المجال مفتوح. وبعدين الناس تعرف شو النفسي يعني، تعرف شو تحط حق نفسي يعني. هذه اللي بقيت أقوله وشكرا. جاي قبل. شكرا.
شكرا دكتورة منى على الجهد المبذول في الورقة والقيمة اللي تحملها، وهذا جزء أيضا من نشاطش العام يعني في من أجل سيداو. أطرق بس لنقطة واحدة، الأخت فاطمة أشارت إلى أن ما معقول الحملة دي عفوية من القوى اللي توقف وراءها. أنا أعتقد صحيح المرأة الحملة مسعورة جدا، وهي جاية في فترة الظلام اللي قاعدة تعم عالمنا العربي، وما أعتقد هي حملة وطنية فقط، أعتقد هي مربوطة وهذا لازم ننتبه ليه، بوثيقة اسطنبول اللي تحمل البرنامج الجديد للأسرة بديلا عن السيداو. فهذا طبعا يتطلب إضافة إلى وشير لهني تكتيل القوى الوطنية من أجل يعني شن حملة واسعة على النطاق العربي بالتعاون مع المنظمات النسائية الأخرى واستهداف هذا البرنامج المطروح عن الميثاق الجديد للأسرة. ويعني هذا يحتاج إلى الحين ما شفنا مبادرة من النوع هذه تدعو إلى مواجهة هذا البرنامج، لأن الآن صار كمرشد دليل إرشادي لحركات مناهضة السيداو وين ما كان، مو بس في العالم العربي، العالم الإسلامي. أتكلم. شكرا أخت منى، شكرا أخت شو اسمها إيمان، أنسى الأسامي يا أخي، بداية باركنسون عندي مشكلة هزايمر. المهم يعني هذا موضوع مهم جدا. يقول ماركس: إذا أردت أن تعرف تقدم أي مجتمع شوف وضع المرأة. يعني ما أعتقد في وصف أصدق من هذه. طبعا بالنسبة لنا يعني المشاكل كثيرة، والحين هذه اللي سمعني يعني أنا يعني تفاصيلها ما أعرف بالنسبة لفلسفة أردوغان ويعني الطرح الجديد هذه اللي جاي، وهاي كلها يبي بالفعل يبي لها هذا الجانب يبي لها فهم بشكل واضح. وإحنا بالنسبة لنا التقدميين والعلمانيين والبرجوازيين وكلهم يعني محدود قوتنا، العين بصيرة واليد قصيرة. أنا أعتقد غالبية النساء والرجال في مجتمعنا مجتمع الذكوري هم ضد أي شيء أي تقدم في صالح المرأة، مو بس الرجال هكذا. يعني العدد اللي ممكن يكون ممكن يأيد وايد قليل لأنه مجتمع ذكوري يعني. والموضوع أنا أشوفه في الشقين مثل ما تفضلوا الأخت قالت، مسألة يعني المسألة مرتبطة بتقدم المنطقة، والتقدم المنطقة ما يصير إلا بتقدم المرأة، وفي ثورة مضادة جاية طبعا وإلى حد ما يمكن ناجحة زين، لأن وراها الغرب أيضا أو القوى يعني المحافظة في الغرب خلنا أقول يعني بشكل أدق، وهذا مشكلة كبيرة يعني. يعني بدون أيضا يعني إغلاق باب الاجتهاد الذي حدث نعرف من متى، من أيام الغزالي، وأيضا إغلاق باب الاجتهاد النهائي على أيام العثمانيين، وحتى في مصر يعني بداية النهضة ورجال الدين التقدميين أمثال محمد عبده وحسين عبد الرزاق وآخرين قد تعرضوا هذه للهجوم المضاد. يعني زين بدون العودة إلى يعني فتح باب الاجتهاد من منطلق حتى طرح منطقي ديني، لأن هذا ما في المجتمع، في الفكر الإسلامي
الرسمي والشعبي حتى في بالنسبة للجمعيات أو الأحزاب الإسلامية عندنا سواء عندنا أو أماكن ثانية هذه عندهم من المحرمات بس بدون طرح هذا الشيء وتشجيعه لا يمكن التقدم. أنا أعطيكم مثل بسيط التناقض يعني شوف التناقض شلون من أيام 14 قرن حتى الآن. يعني الآية الكريمة تقول وبكل وضوح إن يعني مثنى وثلاثة ربع ولا آخره في النهاية تحدد تقول ولن تعدلوا صور يعني معناته مرأة واحدة بس. لكن العادات اللي كانت موجودة في وقته زين يعني ممكن الانطلاق يعني القرآن فيه أشياء كثيرة والشرع فيه أشياء كثيرة ممكن الانطلاق يعني إحنا في حاجة إلى حركة عصرية لها علاقة بالجيل الجديد بالنسبة للرجال الدين. هاي من ناحية. من ناحية ثانية إحنا كمجتمعات يعني كأحزاب مدنية نبي نعرف شنو دور القوى الوطنية الديمقراطية الدينية يعني موقفهم وين اللي يصارخون 24 ساعة على تقدم البلد والديمقراطية العريقة شو صار الديمقراطية العريقة وهو ضد المرأة أساسا. أيضا في حاجة إلى جرهم لهذه الأمور يعني يعني عندي السؤال الأخير إذا تسمحين منى أنت تكلمتي على لأن ما عندي فكرة تكلمتي فيما يتعلق بالدول العربية يعني بشكل عام الشرع الإسلامي وكذا ولا يتعارض شنو موقف الدول الإسلامية الأخرى هل عندك فكرة إيران باكستان بنغلاديش إلى آخره يعني هاي بغيت أعرف. أيضا يثيرني كثيرا مسألة القانون الأحوال الشخصية الشق السني والشق الجعفري هذا موضوع يثيرني يعني هذا في حاجة أيضا إلى نقاش يعني لأن إذا صار عندنا قانونين في المجتمع هذه يعني ما رح نولهينا بالنهاية يعني. المهم شكرا. شكر إلى الدكتورة منى والشكر موصول إلى الأستاذ إيمان. أنا بأتكلم في موضوع يتعلق بمسألة الدولة المدنية الحديثة يعني طرحت مواضيع كثيرة خلال السنوات الماضية حول مشروع الدولة المدنية الحديثة أو مشروع الدولة المدنية الديمقراطية. الدولة المدنية الديمقراطية من المعروف لها مقومات وعلى أساسها تقوم وهي يعني واضحة في هذه المقومات. لن أدخل في تفاصيل مسألة الديمقراطية مسألة حقوق الإنسان مسألة تشكيل الأحزاب والنقابات والآخر. فكان في بعض القوى الدينية رفعت شعار أنها تتبنى هذا اللي هو مسألة الدولة المدنية الحديثة. هل تستطيع مثل هذا تتفق مع رفع التحفظات في اتفاقية سيداو؟ أنا أعتقد الواقع غير يتحدث الواقع غير لن تتفق في موضوع رفع التحفظات عن اتفاقية السيداو بما معناه موقفها بيكون مغاير. وهذا يعني على الأقل ورشة هنا اللي صارت عندنا في حوالي قبل أسبوعين كان موقف أحد ممثلات أحد الجمعيات السياسية الدينية كان موقفها واضح قالوا يعني بما معناه إحنا لأنه وجهة نظر في هذا الجانب. فهذا مؤشر إن هي لا تستطيع يعني بما معناه لا تستطيع الاتفاق مع قيام دولة مدنية حديثة. هذه لن تستطيع مجرد شعار ترفعه ولكن مع الواقع لا لأن إذا القوانين لا تستطيع الموافقة عليه كيف تستطيع الإيمان بمشروع قيام الدولة المدنية الحديثة؟ من هنا نرى الحركة الوطنية وتحديد التيار الديمقراطي أن يكون واضح في مواقفه من هذه الجوانب يوضحها في الندوات في أي محفل من المحافل لأن نضال المرأة مثل ما ذكر حميد يعني جزء لا يتجزأ إذا تقدمت المرأة وتقدم الرجل تقدم المجتمع. التخلف سواء تخلف الرجل أو تخلفت المرأة فالتخلف للمجتمع ككل. فبالتالي المرأة جزء رئيسي وشريك رئيسي في تطور المجتمع. لا يمكن تتطور المجتمعات
بدون تطور الرجل والمرأة، يعني هذا لا يمكن. فبالتالي يعني احنا في البحرين بالعكس يجب علينا نأكد على النضال اللي قدمته المرأة البحرينية. لن أروح بعيد واجد، بس على الأقل من بداية الخمسينات، إذا نتكلم عن جمعية النهضة أول جمعية في الخليج، فالمرأة البحرينية لعبت دور كبير وحان الوقت اللي تحقق ده. إلى الآن على الأقل العمال حققوا مطلب رئيسي رفعوه وهو عيد العمال. عيد العمال تشكيل نقابات حققوها، يعني يمكن المرأة حققت اللي هو الاتحاد النساء، لكن كثير من القوانين وكثير من المطالب لا زالت طالب، مثل أهم قانون الأحوال شخصية موحد وعصري حتى الآن. لا الآن يريدون أضعاف هذه المطالب، والتأكيد على مسألة الطائفية بشقيه، يريدون قوانين طائفية ما يريدون قوانين عصرية. فإحنا أمام معضلات كبيرة في مجتمعنا. أنا أعتقد الآن النضال مثل ما ذكرت أحد الأخوة، أعتقد أم وليد، إن النضال يستوجب من الجميع الوقوف مع المرأة، ليس فقط المرأة لوحدها بل حتى الرجل. فالموضوع أنا أعتقد الآن هو محق. ولكن أريد أوضح آخر نقطة فيما يتصل بمسألة اللهو الحملة. أتفق يا أبو مجيد، بالفعل هو حملة في الوضع الظلامي اللي قاعدة تعيش المنطقة، وفي كثير من الكتاب في الصحافة المحلية روجوا إلى مشروع أو ما عرف بميثاق الأسرة في تركيا. في بعض الكتابات في الصحافة المحلية روجوا إلى هذا المشروع يعني كبديل. فأعتقد يعني الحملة لم تكن عبثية بل هي منظمة ولها أهداف. ومن المؤسف التقوا الشقين على هذا ضد المرأة، يعني بمعنى ضد نضال المرأة وحقوقها. شكرا لكم. سقوط أردوغان وإصابته خطوة الأولى. شكرا دكتورة منى على طرح رائع، والشكر طبعا موصول حق أخت إيمان على تقديمها الجميل. أنا عندي نقطة محددة بغيت أركز عليها، وهو القزل الرسمي للتوجهات الدينية أو التيارات الدينية، وطبعا إلى الفئات المتوسطة أو الفئات الشعبية المحافظة. قصدت بالقزل الرسمي مو بس في موضوع الصداء وإنما في مواضيع شتى. يعني القصد من طرح موضوع القزل الرسمي هذه هو كيف نواجه هذا القزل الرسمي من خلال الجمعيات المجتمع المدني التنويري في التوجه إلى أصحاب الغرائب، إلى الجهات الرسمية. طبعاً من حيث نشاط الجمعيات النسائية نشاط يعني معروف ومشكورين عليه ودائماً في تواصل. إنما أنا حبيت بس أركز كمجتمع مدني متنور كيف نوظف في مخاطبة الجانب الرسمي هذه الشغلات، هذه الجوانب اللي مثلاً الموافقة من الجانب الرسمي على اتفاقية السداء. كيف نخاطب الجهات الرسمية بشكل ذكي وبشكل احترافي على أساس ممكن نوظف الجانب الرسمي باعتبار أنه يملك السلطة ويملك الإعلام في توسيع نطاق المعرفة بهالجوانب هذه المتعلقة بالمرأة. فيعني هذه نقطة حبيت أن بس أركز عليها، توظيف الجانب الرسمي في توسيع نطاق معرفة الناس بشكل عام بهذا الخصوص. وشكرا. طبعا معظم الدول العربية وافقت على يسمونه معهد السيداو، ما عدا تحفظها على خمس المواد، نفس هذه المواد اللي تحفظت عليه البحرين. يعني أنا لفت نظري حقيقة أن الأيام الأخيرة في تحرك من وزارة العمل اللي هو قسم المرأة أو الجناح المرأة، يتصلون بمؤسسات المجتمع المدني حول موضوع تكافؤ الفرص. كان مر عليكم ذي الموضوع، هاي تكافؤ الفرص
يعني احنا لسنا وياهم كقسم مرأة في وزارة العمل، واحنا كنا في جمعية الاقتصاديين كمجلس إدارة، فهم يطالبون منا يعني تشكيل لجنة في داخل مؤسسات المجتمع المدني مهمتها تحفيز المرأة وتشجيعها وبث الوعي حول تكافؤ الفرص ما بين المرأة. وهذه المادة هي أيضا من المواد اللي ينص عليها في سيداو حول تكافؤ الفرص. وأنا أقول هذه أيضا مخرج إن مؤسسات المجتمع المدني بالذات الجمعيات النسائية أن تلتف حول هذه المسألة، وخاصة أن جاي الخطوة من جهة رسمية، وبالتالي يعني يكون لها مخرج أن هي تتحرك وتدفع في هذا الاتجاه. ترى المرأة إذا لم تتحرك وتدافع يعني سواء تجاه معاهدة سيداو أو النص القانون الأحوال الشخصية بقسميه، زين ما ممكن ترى تتحقق. هناك هجمة شرسة، بالفعل هناك هجمة شرسة. القوى الدينية لم تكن مكتوفة تتحرك بوسائلها، هجمة العلماء أنتوا دريتوا عنها، عريضة كبرها قدموها، ويعني شغلة طويلة لن تتوقف. المرأة عليها أن تتحرك، مجتمع المتخلف سيبقى متخلف ما لم تنهض القوى المجتمع الحديثة، هي اللي تبث الوعي، هي اللي تخلق الصراع، هي اللي تنتزع حقوقها. بدون تحرك، أنا أتفق ويا الجميع أن التحرك هي خلي المرأة تبادر، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تدفعها نساء ورجالا. شكرا. اسمحوا لي بس موضوع تكافؤ الفرص، لأن في لجنة وطنية، اللجنة الوطنية لتكافؤ الفرص، لا مو وحدة، اللجنة الوطنية لتكافؤ الفرص برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم اللي هي قرينة جلالة الملك، والرئيسة الاتحاد النسائي تعين كل دورة بقرار رسمي فيها، فإحنا الاتحاد موجودين داخل هذه اللجنة، ودورها أنه تراقب موضوع تكافؤ الفرص في الوزارات وفي مؤسسات العمل. بس ومطلوب أن إثارة الوعي يعني بالنسبة إلى الناس شلون يبدأون يعني مؤسسات العمل توظف هذه الأمور في مسألة عدم تمييز بين الرجل والمرأة. بس هاي التوضيح يعني. أحد آليات اللي لازم تتخذها الدول من أجل تقليل الفجوة بين المرأة والرجل، واللي أوصت فيها لجنة سيداو عند تقديم، أوصت فيها الجهات الرسمية، وعلى هالأساس شكلت هذه اللجنة الوطنية في المجلس الأعلى للمرأة نتيجة توصية من لجنة السيدة. وهذا جانب اللي اعتمدوا عليه في رفع التحفظ في هذه النقطة. بالضبط. في موضوع السيدة قالوا ان احنا عندنا الموجود هذا الجانب، يعني ليش نتحفظ عليه يعني. بالضبط، لذلك ألقي التحفظ على المادة 2. شكرا فاطمة. نشكر لكم مداخلاتكم، ونعطي الفرصة حق الدكتورة منى وتسمح لنا أخرناها. بنحاول يعني على السريع قدر الإمكان حق النقاط المهمة، أكيد بنفوت بعض الأشياء. ببدأ من المعاهدة والاتفاقية والاتفاق، الفرق بم... إيه؟ المصادقة والانضمام دائما مرفق يعني كتعبير قانوني بالاتفاقية، وهو غير التوقيع، وهي مسائل قانونية ممكن احنا نتحكى فيها عقب هاي. اوكي، الشغلة الثانية ما ذكرتها سيد جعفر،
فيما يتعلق بأن هناك مجاملة من بعض القوى السياسية، وطبعا كنت تتحدث تحديدا فيما يتعلق بالحدث الأخير اللي هو بالسيدة، ومو كذي بس عشان قبل لا أجاوب، والله بشكل عام بشكل عام. بس أنا بضرب لك مثل يعني على أساس نكون دقيقين، ليس دفاعنا عن أي جهة كانت. أنا شفت إن في استجابة، بالعكس كان في استجابة سريعة ما شفتها من جهات يعني حتى نسائية في البداية. أقر القرار يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء المغرب شفت بيان طلع وزع على كل الوسائل الإعلامية، وبيان موضوعي ومعقول يعني، وأنا أعتمد يعني في جزء منه لأن قراءة من ضمن القراءات اللي قدمت في الجو العام اللي هو لمكتب قضايا المرأة فيما يتعلق بالسيداو، في توضيح للموقف الرسمي تجاه هذا الحدث واتجاه هذا الحدث، وأيضا في تأكيد على أنه هذا المرسوم جزئي ولا يتعارض مع الاتفاقية إلى آخره. أنا أقصد شنو، إحنا خلينا نركز دائما يعني في ما نعمم، لأن التعميم يعني غير سليم فيما يتعلق بهذا الجانب. طبعا فيما بعد يومين ثلاثة طلع الأمس تحديدا اليوم الأحد طلع الاتحاد النسائي البيان، وطبعا طلع شوية يومين زود متأخر لأن في آراء يعني لازم تتجمع من ضمن المنضويين تحت الاتحاد، بس يعني أنا أعتبره بعد قدم هذا البيان في سرعة قياسية يعني من يوم الثلاثاء ليوم الأحد في كم جمعية منضويين فاطمة 13 إنهم يجتمعون وبهاي السرعة على هاي الصياغة وعلى هذا الرأي، هذا شيء جيد ويجب أن احنا نعتمده. النقطة الثالثة اللي هي تتعلق باختحيات فيما يتعلق بأنه كتبوا أنه بما لا يتعارض مع الشريعة، وبالتالي إحنا ما سوينا شيء وإنه خلاص. لا يعني أنا علشان كذي في البداية قلت خلى نقرأ النص اللي موجود عندنا في الاتفاقيات بشكل عميق وندقق فيه علشان نقدر ندافع. بضرب ليش بس مثل بسيط، البند اللي هو المادة 2 بند ألف شو تقول؟ تقول إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها الوطنية، إحنا موجودة في الدستور الوطني، أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذ لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل. يعني المثل بسيط جدا اللي يستحضرنا الحين وأنا قاعدة هو قانون الانتخابات. أوكي، إحنا دائما عندنا ضمن الشكوى اللي نشتكيها كناشطين في حقوق المرأة أن قانون الانتخابات لا ينصف المرأة ولا يفسح لها المجال، لأنه ما يضع قيود أو يعني يفرض قيود معينة على يعني في ضمن القوائم أو من ضمن الأحزاب أو الجمعيات السياسية أنه لازم تنزل عناصر نسائية. بهاي قانون انتخابي، هذه إذا إحنا راقبنا هذا القانون وطالبنا ودققنا دائما، هذا تدخل من ضمن هذه المواد المساواة. مسألة الإيجور، وأنا بربطها في مسألة لجنة تكافؤ الفرص، الإيجور في القطاع العام أوكي يعني في تساوي حسب، بس في القطاع الخاص حلني من يعني إذا تروحين تقرين القانون ما يعني في عندي خلل لحد الحين موجود، وهذا محتاج إلى عملية رصد. بالنسبة إلى لجنة تكافؤ الفرص اللي انذكرت اليوم، انتي اللي تروحين دائما الشكوى انه في هناك نسبة بطالة في صفوف المرأة بنسبة 5 إلى 88% مقارنة بالرجال في القوى العاملة البحرينية. طيب بالنسبة للقوى العاملة ككل عندي إشكالية كبرى، عندي قوى عاملة أجنبية تطغي على وجود القوى العاملة البحرينية بنسب كبيرة، وفي منافسة شديدة إلى البحرينيات تحديداً ومن القوى العاملة النسائية الأجنبية اللي موجودة إلى آخره. هذا المفترض الشغل اللي ينشغل عليه من ضمن تكافؤ الفرص، يعني هي مو فقط تكافؤ الفرص إنه بس بحط مرأة ورجال وخلاص، يعني لا، هل في فرص إلى المرأة بشكل عام حتى متاحة إليها
انه تشغل وظائف، نقلل من نسبه البطاله الى اخره. فالمفترض انه ينشغل على هذا الجانب، وهذا بعد بامكاننا نقرا التفاصيل وننطلق من هنا. انا اعتقد فيما يتعلق بالدول استاذ حميد اللي ذكرتهم، انا تحضرني فقط ايران يعني كدول اسلاميه غير موقعه على الاتفاقيه لحد الحين. باكستان طبعا موقعه، وانا ذكرت يعني المهم احنا على قولتهم هالايام حالنا حالكم، نقرا ونحدث. لا باكستان شالت تحفظها على 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 الماده 9. عموما بالنسبه حق ازالت تحفظاتهم. اوكي، بالنسبه الى الازدواجيه اللي موجوده عند بعض التيارات الدينيه سواء في البحرين او حتى خارج البحرين، بين ما يقال فيما يتعلق بالدوله المدنيه وبين ما يطبق الى اخره، هاي ظاهره موجوده زين في المجتمعات العربيه عامه. انا اقول احنا بالنسبه الينا، انا اتكلم وانطلق من وجودي في قطاع النشاط النسائي، انه المعركه الاجتماعيه يجب ان تتوازى وبنفس الزخم مع المعركة السياسية. يعني من يناضل سياسة أيضا لا يمنع بأنه يناضل بنفس المستوى في هذا المجال. أكيد بتكون في هناك اعتبارات وبيكون في هناك موازين، الذكاء هو أنه كيف إحنا نتجاوز هذه الموازين والاعتبارات دون أن نخل بالجانب المبدئي، ودون أن نخل أيضا بمعطيات الواقع السياسي اللي قد يحقق لي مكتسبات في الجانب الآخر. يعني هذه عملية كلش دقيقة، هذه الموازنة عملية دقيقة. يعني ومن المهم جدا ان يعني ممكن هذا مو موضوعنا الان، لكن من المهم جدا احنا نستفيد من مثلا المغربيات. المغربيات في سنه 2011 استطاعوا يحققوا ما 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 كانوا ما يقدرون يحققونه من قبل سنوات عديده. ليش؟ بسبب سالفه الربيع العربي، وطلعت حركه الشباب عندهم في المجتمع، فدخلوا هالقانونيات والقياديات في الحركه النسائيه وطرحوا مساله دستره القوانين ومساله المطالبات الاخرى فيما يتعلق بالتحفظات الى اخره، وقدروا يحققون لان طبيعه الوضع السياسي كان هناك يشكل يعني عامل ضغط على الجهه المعنيه باقرار هذا المطالب. فهني المفترض احنا ايضا كحركه نسائيه في ظل هالتناغم وفي ظل هذا الحدث ان نستفيد من طبيعه الواقع وحراكه، وين القوى الاضعف، وين ارفع التون، وين انزل التون في خطابي، شنو النقاط اللي المفترض ان اركز عليها، شنو النقاط اللي هي ما هي مهم عندي الان ان انا ادقق عليها واركز عليها. لذلك احنا محتاجين ان احنا يعني نجترح طريقة تفكير جديدة في التعاطي مع طبيعة هذا الحراك علشان أحقق، وبشكل حتى لو كان بشكل متدرج، المهم أن أنا أحقق مكتسبات، أراكم مكتسبات وأرقى بوضع المرأة. أنا أتمنى أن أنا ما يعني غفلت عن أي نقطة من النقاط المهمة، وشكرا جزيلا مرة ثانية. شكرا إيمان. شكراً على حضوركم وتفاعلكم. احنا نحب نأكد بعد على مسألة التوعية، يعني التوعية ضرورية، وكذلك توحيد الجهود، وضع خطة وطنية. اعتقد انه مهم، من المهم وضع خطة وطنية للتوعية، يعني توازي الهجمة الشرسة اللي قاعدة تصير يعني بنفس المستوى، وهذه ما بيصير إلا بتوحيد الجهود وتتكاتف كل الجهات وكل يعني مو بس الحركات النسائية والمنظمات النسائية. شكرا لكم ونتمنى، وشكرا منى، ونلتقي وياك.